عقدت المجموعة المشتركة الدائمة المغربية الإسبانية حول الهجرة اليوم بالرباط عقدت اجتماعا برئاسة مشتركة لخالد الزروالي الوالي ومدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية وخيسوس بيريا كوتيرخو كاتب الدولة في الهجرات. وأفاد بيان مشترك صدر عقب هذا الاجتماع أن هذا الأخير يأتي في إطار تنفيذ خارطة الطريق التي تم وضعها خلال الزيارة التي قام بها بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية إلى المملكة في أبريل الماضي. وأشاد الجانبان باستئناف اجتماعاتهما حول الهجرة التي كرست على الدوام الثقة والمسؤولية المشتركة وتناولت المناقشات والشراكة في مجال الهجرة في شموليتها.